دايما في صباح الخير يا مصر، احنا مهتمين نعرف حضراتكم على النماذج المضيئه من شباب الباحثين المهتمين بالاكتشافات والابتكارات. النهارده معانا الباحثه المصريه الدكتوره رنا يونس، استاذ مساعده بيولوجي الجزيئيه كليه الصيدله جامعه هيرتفورشاير، اللي شغاله بشغف كبير على ابحاث لمرض سرطان الثدي للفتيات صغار السن وسرطان الكبد الناتج عن التهاب الكبد الوبائي او فيروس سي. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من دكتوره رنا اللي موجوده معانا عبر تطبيق الزوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، ازي حضرتك؟ ثانك يو على ميرسي على المقدمه الجميله دي. يعني تستهليها واكتر. في البدايه دكتور، حابين نعرف على نتعرف اكتر على محطاتك العلميه اللي بداتيها في مصر عشان تهتمي بالابحاث الخاصه بمرض سرطان الثدي. انا اتخرجت من كليه صيدله الجامعه الالمانيه سنه 2013. بعد كده أول ما تخلصت ابتديت الماجستير على طول، خدت منحة من الجامعة عشان أعمل الماجستير بتاعي. ماجستير في 2015، وكان لي كان دور أو يعني المشروع بتاع الماجستير بتاعي عن دور أو عن أهمية تحفيز الجهاز المناعي للمكافحة لسرطان الكبد. بعديها عملت الدكتوراه، ابتديت في الدكتوراه بقى اتوجه لسرطان الثدي، لان سرطان الثدي واحد من اهم السرطانات اللي ممكن تكون عليها شغل كتير. صحيح. وفي انواع كتيره جدا منها. الجزء اللي انا بشتغل فيه اللي هو السرطان الثدي الثلاثي السلبي، ده من اشرس يمكن الانواع. اسمه الثلاثي يا دكتوره؟ الثلاثي السلبي. الثلاثي الصدري، تمام. بالظبط، من اشرس الانواع. وفي نفس الوقت احنا اكتشفنا ان هو في اوقات كثيره بيبقى فيه المصابين من صغار السن بيبقوا ميلي من هذا النوع من السرطان، عشان كده كان تقريبا هو ده الفوكس بتاعي يعني في الدكتوراه. وساعتها انا في الدكتوراه بتاعتي اشتغلت على حاجه يعني كانت من الاوائل الناس اللي احنا اشتغلنا فيها، يمكن في يعني من فرق بحثيه قليله جدا في العالم اللي كانت بتشتغل في الموضوع ده في 2015 2016، وهي الناقلات الغازيه. لانه كانت لانه يعني ممكن اقول كده يعني الموضوع ابتدى ازاي، انه انا قريت كده في بحث انه الكلاب بتعرف تريكوجنايز او بتعرف تشخص لو حد من ال من يعني الاونرز بتوعهم عندهم سرطان او كده. طب انا لما قعدنا نفكر يعني هو ده ممكن يبقى ازاي، فاكيد الكلب ده هو اكيد بيشم حاجه. ايوه انا متخيل. انا فاهم حضرتك انك يعني بتتكلمي على جزئيه متخصصه جدا، وخصوصا ان هو يعني بيصيب الفتيات صغار السن. ولكن عايز يعني اركز على نقطه ثانيه. الباحثه مصريه ذهبت الى جامعه في اوروبا من اجل دراسه هذا الامر. الاجواء في مصر البحثيه والاجواء هناك البحثيه، لو نعمل نظره عنها عشان نستفيد وعلشان نقول نقدر نطور البحث العلمي عندنا ازاي، ممكن تدينا بريف؟ لا، انا حابه اقول لحضرتك ان انا كل ابحاثي اللي انا عملتها في مصر. انا كنت في الجامعه الالمانيه في القاهره الجي سي. انا كل ابحاثي اللي عملتها في مصر، انا بس بسافر اعرض ابحاثي زي ما انا دلوقتي في مؤتمر في المجر، لكن انا كل ابحاثي عملتها في مصر. ودي حاجه يعني دي حاجه شائعه ان احنا في مصر مش بنا او يعني عندنا صعوبات كثيره اكيد، وعندنا يمكن مشاكل في التمويل، بس الحمد لله اتحلت بشكل كبير دلوقتي. بس انا فعلا كل ابحاثي اللي انا نشرتها كلها مينلي من مصر. طيب خليني اتكلم معاكي يا رنا عن حاجه، انه يمكن سرطان الثدي كتير مننا كان فاكر انه بيجي للسادات من بعد سن الـ40، لكن مؤخرا ابتدينا حتى نبقى احنا عارفين حالات لبنات في العشرينات من عمرهم ابتدى يجي لهم السرطان في الثدي. اعراضه مشابهه لسرطان الثدي العادي اللي بيصيب مختلف السيدات، ولا يعني كلمينا اكتر عنه؟ بالظبط، هي طبعا الاعراض واحده. المشكله بس ان احنا عشان احنا في اقل من 40 سنه ما عندناش خالص اي نوع من انواع ان احنا التشخيص المبكر او الحاجات دي كلها، لان كلنا لان هي فعلا برضه حاجه مش شائعه جدا. فالمشكله انه الفتيات صغار السن بيكتشفوا الموضوع ده في حاله متاخره شويه.
ساعتها هي دي مينلي بتبقى المشكله في صغار السن. وفي نفس الوقت بصراحه اكتشفنا برضو بشكل او باخر ان السرطان الثدي الثلاثي السلبي لما بيجي في صغار السن بيبقى اشرس بكتير لما بيجي للسيدات فوق ال 40. اشرس يا رنا بتقولي؟ اشرس بالظبط اشرس. وده كان واحد من الحاجات اللي احنا عملنا عليها بحث من اهم الابحاث، ان احنا كنا بنحاول نشوف دلالات عشان تبين فعلا او يعني دلالات مبكره عشان نشوف فعلا السيدات او البنات الفتيات اللي تحت سن ال 40 ايه ممكن الحاجات اللي ممكن تبقى يعني مستواها عالي عندهم في الدم عشان نعرف نشخص بدري الموضوع ده وفي نفس الوقت نعرف نعالجه اكيد بدري. يعني الدولة يمكن بتوفر كمان عربات متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بنحس طبعا كل البنات والفتيات صغار السن من أول العشرين إن هم يقوموا بالكشف الدوري عشان طبعا يتجنبوا حدوث أي حاجة إن شاء الله في المستقبل. شكرا ليكي دكتورة رنا يونس، أستاذ مساعد البيولوجي الجزيئية كلية صيدلة جامعة هيرتفورشاير. كل الشكر ليكي، بنتمنى لك مزيد من التوفيق. شكرا. ببقى سعيد جدا جدا لما بشوف نماذج وخصوصا من السيدات او الفتيات المصريات اللي بيسافروا بره. ده حقيقي. احنا مجتمعنا يعني حته السفر ان بنت تسافر او تعمل كمان اسم ده حاجه يعني انت كيكت فاهمه الكلام ده. يعني بالنسبه لنا كاولاد عندنا صلاح، عندنا ناس كتير عملوا اسماء حلوه جدا، لكن في مجال البحث العلمي وبنت وتسافر وتعمل، والله مبسوط جدا. ده حقيقي، يعني بتمنى لها اكيد التوفيق. صحيح.